عبر العصور أثبت الإنسان أنه أذكى المخلوقات على هذه البسيطة التي قام بأعمارها بتوظيف ذكائه في صنع العديد من الاختراعات التي سهلت حياته اليومية، بدءا من العجلة وصولا إلى الشبكة العنكبوتية وطرق التواصل الحديثة. لكن في مطلع عام 2019 قدمت الحكومة السورية اختراعا غير وجه البشرية وحير العلماء. منذ الخميس الماضي بدأ تطبيق العمل بالبطاقة الذكية لوقود السيارات في دمشق وريفها، ويشهد مركز خدمات تكامل للحصول على البطاقة الذكية زحاما كبيرا. في مبنى معتم وبارد في عاصمة غاب عنها الدفء والنور في دمشق، تمكنت الجهات المختصة من وضع خلاصة ذكاء الإنسان في قطعة بلاستيكية صغيرة يحملها معه أينما ذهب. إنها البطاقة الذكية. شو بتعرف عن البطاقة الذكية؟ مشان البنزين والمازوت بس ما اعطونا شيء تعليمات نهائيا. والله انا ما بعرف شيء عنه، بس يعني انا اللي بعرفه انه مشان بنزين ومازوت، هذا اللي بعرفه، ما اكثر من هيك ما بعرف نهائيا ولا شيء، بس عندي معلومه انه يمكن احصاء. والله اللي بعرفه انه اكيد بدها تفيد المواطن، ما راح تفيد المواطن ما راح يطلعوها اكيد. في هذا الوثائقي سيقوم فريق شو اسمه جيوغرافيك بكشف لغز البطاقة الذكية، ما هي، كيف تستخدم، كيف يمكن الحصول عليها، وكم يبلغ معدل ذكائها. توجهنا إلى منزل أول مواطن سوري تمكن من الحصول على البطاقة وحاول استخدامها، لنجده قد توفي نتيجة جلطة دماغية، فذهبنا إلى الثاني. أنا لما قالوا لي ذكية ما صدقت، كيف يعني ذكية؟ عمرك شفت وحدة ذكية؟ بس لما استلمتها فاجأت كتير، لأنه في شغلات كتير بحياتي تغيرت. مثلا مفاتيح ما عاد حملت شكلة مفاتيح، لأنه صرت أفتح باب البيت تبعي بالبطاقة، وصرت أسطر دفاتر أولادي بالبطاقة، الطاولة عندنا لما تهز فمكها بالبطاقة، خرت فيها مرتريلا بدهن فيها زبدة، لما أقعد أنا ورفقاتي نلعب شدة بحطها بدال قصة بسطون. لك ذكية كتير، لعما شو إنها ذكية. ولمعرفة كيفية الحصول عليها ذهبنا إلى أحد مكاتب توزيع البطاقات الذكية المنتشرة في شتى المحافظات وأجرينا هذه المقابلة. شوفوا، بما أنه الجهات المسؤولة اللي اخترعت البطاقة الذكية ذكية، فبالتأكيد رح تكون البطاقة الذكية ذكية، متطلباتها سهلة كتير، أهم شيء يكون عندك أمل، والباقي شوية ورقيات بسيطة لابد منها. وصلت، شغلة سهلة وبسيطة كتير، بتروح عند المختار وبتجيب ختم المختار، بتمر على البلدية وبتجيب موافقة البلدية، وبتروح على الجنائية بتجيب لك ورقة لا حكم عليك، بعدين بتروح من النفوس بتجيب اخراج قيد ولا تنسى الطوابع، وجيب معك كمان دفتر العائلة ودفتر الجيش ودفتر نهاري مجلد ازرق حصرا، واخر فاتورة كهرباء واول فاتورة كهرباء، ولا تنسى بطاقة الاشتراك بالمسبح الاهلي، ها، وجيب معك كمان جواز سفر وبراءة الذمة وورقة عضو عامل. بس هيك شايفة بعينك الإجراءات، ما عم يضحك يعني عم نحكي معه لنسجل اسمنا، ما عم يضحك يعني. الهاتف تبعنا أنا كنت عم اتصل صار لي أسبوع بس لنقول له شو سبب توقيف المنفعل، ما عم يردوا. ثالث يوم بيجي هلا دوري 40 اللي من الساعة 7 الصبح واقفون. وأثناء بحثنا عن سر البطاقة الذكية صادفنا كالعادة الكائن الفضائي اللطيف B14 الذي أصبح يتقاضى راتبا من فريق شو اسمه جيوغرافيك بسبب ظهوره المتكرر، وفي معرض سؤاله عن البطاقة الذكية روى لنا هذه الحكاية. بعرف أصلا أنا صرت واحد من فريق شو اسمه جيوغرافيك. أنا أول شيء كنت عم تفتل مركبتي الفضائية، وين فجأة بنقطع من الغاز، ومثل العادة وين وعاد بسوريا، رحنا على نعبي تنكة المركبة غاز، عملت لك دور وصلنا عندنا على المجرة يا زلمة. شو بدي أعمل؟ إذا بدك تصل فوراً أو تمرق فوراً لازم يكون عندك بطاقة ذكية. طلعت أنا هيك شوي بطاقة ذكية ما ذكية، إحنا عندنا بالمجرة ما فيها الشغلات، من وين لوين سوريا وصلت لها التطورات هاي؟ المهم طلعت البطاقة بعد ما دفعت المعلوم للجهات المختصة، بس الله يورجيكم يا علي ما علي، إذا بقعد بشقف مركبتي الفضائية شقفة أو برجع بجمع من أول جديد أصبحت ما أشتغل في البطاقة، وين شو من اللي طلعت من المركبة؟ يعني هلأ عم يطلعوا البطاقة أول مرة، ليش مرة تانية عم يجي مشان يفعل
لانه ما عم تتفعل. ليش ما تتفعل مباشره يعني؟ لانه ما شغلوها دغري على الكمبيوتر. انه عم نروح اول مره وثاني مره عم نوقف طول النهار لحتى نفعلها بس. طيب ليش ما عم يفعلوها دغري مباشره؟ انه هي الهدف منها يعني. ليش هلا هي نص العالم واقفه هون بس مشان تفعيل؟ غلط مو مني. طيب من وين الغلط يعني؟ لوح البعض من الخارج أن استخدام البطاقة الذكية أمر مستحيل، لكن فريق شو اسمه جيوغرافيك قام بتجربة البطاقة الذكية بنفسه بعد أن دفع رشوة مرتبة للمساعد حيدرة وحصل عليها دون الوقوف بالدور، حيث أثبتت فاعليتها في توصيل الكهرباء والحرارة بعد لفها بورقة من الألمنيوم. في الحلقة القادمة تشاهدون لغز القرش الذكي الذي عض الكابل البحري.